مرحبا بكم من جديد. إذا دائما رانا نواصلوا في المراجعة اللي بديناها من بداية الموسم الخامس فيما يخص مراجعة قانون المرور أو إشارات المرور بالأحرى، وتوقفنا في إشارات مفترق الطرق. يعني الأسبوع اللي فات شفنا مفترقات الطرق الخاصة، يعني الإشارات الخاصة بمفترق الطرق، شفنا طريق مضمونة، شفنا طريق الكبيرة تقاطعها طريق صغيرة، شفنا افسح الطريق، شفنا قيف. اليوم مشاركي الكرام راح نواصلوا ونشوفوا الإشارة الأولى الخاصة بمفترق الطرق. الإشارة هذه إشارة تقول لك حذاري، رانا في مثلثات، فحذاري حذاري تقاطع طريقين ثانويين. يعني ردوا بالنا، تقاطع طريقين ثانويين حاب يقول زروك صغار متقاطعين، حاب يقول اون فرونسي اتونسيون انترسيكسيون دو روت سكوندير، زروك صغار ثانويين. وهنا واش نديرو؟ هنا نطبقوا الاولويه على اليمين، راح نشوفوها في درس مفترقات الطرق. هنا نطبقوا الاولويه على اليمين، اشفوا الاولويه على اليمين وكي لحقوا درس مفترقات الطرق راهين نشوفوها بالتفصيل. الاشاره الثانيه الخاصه بمفترقات الطرق هذه حذاري تقاطع طريقين ثانويين خطيرين، باسكو كاين خطر من تحت، دونك انترسيكسيون دو روت سكوندير دونجوروز. هنا كاين كات شوما انترسيكسيون زوج طرق صغار متقاطعين وكاين خطر. الخطر واش الخطر؟ هذا اللي قادر يوقع في مفترق طرق. الخطر انه الانترسيكسيون هذه جايه في موقع اللي ما نقدرش نشوف اللي هو جاي على اليمين واللي راهو جا على اليسار، علاه؟ نظرا لربما لاشجار كثيفه اللي تمنعني باش نشوف اللي كاين اللي هو جاي على اليمين، ربما كاين حائط او سور او بنايه اللي تمنعني باش نشوف شكون هو جاي على اليمين. حاب يقول حتى نلحق الانترسيكسيون قريب ندنا ونطل باش تبان لي الانترسيكسيون. هنايا داروها دونجوروز، دو كان كيما الاخرى الاشاره الاولى ماشي دونجي، هنا مفترق طرق مفتوح، قبل ما تلحق الانترسيكسيون يبان لك شكون هو جاي على اليمين، يبان لك شكون هو جاي على اليسار، حاب يقول ما كانش خطوره. نروحوا للاشاره الثالثه، الاشاره هذه ما توليش زروك صغار، خلاص هذه زروك كبار متقاطعين والاولويه اليمين. حاب يقول تقاطع طريقين كثيري المرور، زروك كبار ا غروند سيكولاسيون انترسيكسيون دو روت ا غروند سيكولاسيون، حاب يقول طريق كبيره تقاطعها طريق كبيره. ما فهمتوش، دو نعاود. حنا قلنا كي تكون طريق كبيره تقاطعها طريق صغيره، الحق لمن؟ طريق كبيره تقاطعها طريق صغيره، الحق لمن؟ لمول طريق كبيره، طري بيان. ايماجيني طريق كبيره تقاطعها طريق كبيره كما هي، ما توليش حق مول طريق كبيره، ما فيش كبار. تولي هنايا الاولويه على اليمين، البريوريتي على الدروات. حاب يقول هذاك الدرس اللي راح نشوفوه في درس مفترق الطرق، حاب يقول اللي تكون اليمين تاعو فارغه هو اللي يجوز. هنا تولي طرق كبار متقاطعين واعرين، بيسك طريق كبيره تقاطع طريق كبيره، حاب يقول كاين خطوره والاولويه على اليمين. نشوفوا اشاره اخرى، هذه حذاري كاين مفترق طرق ذات التفاف دوراني، حاب يقول او جايك كما نقولوا حنا بالعاميه كاين جايك رون بوان، ميم الفرنسيين نقولوها بالدارجه نقولوها او جايك رون بوان، التفاف دوراني، مفترق طرق ذات التفاف الدوراني. واش راح نطبقوا هنايا؟ حاب يقول لي اونجاجا يكمل، دونك انت ما تونجاجيش حتى يخرج لي اونجاجا في الرون بوان يروح باش تدخل انت. يا كانت هذه مشاهدينا الكرام يعني على عجاله فقره افاده واستفاده، ومازال يعني مراجعه اخرى في حلقات الجايه ان شاء الله. اما الان نروحوا الى فقره